أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بود يرو بهن أسيم بهني أسرف ديبيون إنجر تو دوبرتي سنقبها نمني خوبي إفبران كم نبليس خوبي تيسن راكي رافوردا فيستالي خيسا خا إفبرا خايا بارك الله فيكم نمني خوبي هدوتو على خنجيرا بود أسين قبهون دن ديسن بارك الله فيكم أسيم باتني خوبي تيسن ميكا خيسا خا يدا بارك الله فيكم If you have your shoes outside on the rack you are not gonna exit there We're gonna open these doors later after Salat Everyone is gonna be exiting this way So please take your shoes with you. Barakallahu feekum. Jazakumullahu khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعثيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وعده صدق وعده ونصر عبده وعظ جنده وعظم العذاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعظ جنده وعظم الأحزاب وعده. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعز من عذاب وعده. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيراً
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
Allahu akbar Allah. Ya walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mughlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونسر عبده وعز جنده وعظم الأحزاب وعده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق ونسر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن شاء الله تكبير ساجا تبتاول جل عاج قمني عاج إن شاء الله إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق وعده ونسر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد. الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله بكرة واسيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو الكره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد.
سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواجن شوتا حواس خينيا حواس جادة ما بقر في سبحانه وتعالى عيد الأدهى ورد كتب أرباد أبلد عيد كتب أرباد أبتك شاني نسنجي إن شاء الله عيدة خنا عيدة خير عيدة جمسونها قول جتشا لمني هدون على أنسين جرا سلفي نورا قوتمون جرت إن شاء الله أنسيكا ولي ببالي سبارك الله فيكم إن شاء الله nu fasika onsika barakallahu fikum asika obden kesan obti kesan oren duba khalada tapchu jiro bakka bawli sabarakallahu fikum inshallah juman sadaka masjidatis indagatina bolen ke yore sokri disin kesa dem jiro khana inshallah anshan sinjale uftagi barakallahu fikum bolen ke nyamaz gize batan inshallah salata gize salane boda de ka khulshan boda khadurani salana salani lamajira inshallah gize salanu namu exita ulan tunis exita ulana chi sani exita azduballe exita jira chu asina kanabana asina chi debu ninjuru one way de chu kharmatako asene namu asmana chi ban so when we inshallah after 15 minutes the first prayer is going to be 8:30 we're going to pray when we pray after the prayer inshallah everybody is going to exit this is just some one way. We're not going back like we used to exit the masjid. So we're just going to exit through this door. And there is another door there. There is another door here. Inshallah, everyone in this masjid, in this prayer hall, is going to exit in here. So just as a reminder, we're going to pray, inshallah, in 15 minutes. And please keep saying the takbirah, inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر وأكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزم له وحده لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وعده صدق وعده ونسر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبلين وربرنا خبره الدور بن هاغدو إن شاء الله دقيقة كران كيسة سلانة ساسة ديتي جناتانا صلاة ندابن إن شاء الله كم بلماتي يرو سلانة بودة نمني ديرا مسكيدة خنجرتن هوندي هلالي لمينة چيتي في أسيم باتني إفدو باتشي غرغلو ننجرتو دوبرتي ولله كمين صدفة تناف نمني خوبي على إستيو جرات پليس خوبي تيسن إفبرت كبدا بودا نورابن جتن نمني سندق ونجر جزاكم الله خيرا خوبي تيسن إفبرت كبا وري راكي رخيسن جرتن هوندي خوبي تيسن فيدا إن شاء الله we gonna pray in 10 minutes. When we finish the praying, we are not going to exit in the big doors. We're going to exit in these two exit and back here. If you have your shoes outside in the rack, please bring it with you. You're going to exit here. Gize gabatam please. Plastic bagi khana keekhe sanfachasina asumanukhaya. Once your exit, put the plastic bag right by the door. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير تاجا إن شاء الله تكبير تاجا تكوافي تكبير تاجا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا نعبد إلا إياه مخلص
نفسنا لو الدين ولو كره الكافرون. الله لا إله إلا الله ولا نعبد وعدا ونشر عبدا وعز جندا وحزم الأحزاب وعدا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله الحمد. قال إني خرب بيتي. الله يبارك فيك. خلاص صلي سالنا إمام نستفيد جل إن شاء الله. نموذج في تيسر كتير فدبار الله فيكم. تفيد رأفونا لله. أفونا لله. أفونا لله. جاء أفونا لله. أفونا لله إن شاء الله. أبو عبد الحناس كاميرا. بعندك أبدي. سنجد. بعندك أبدي. Semajinara berdua siapa? Semajinara berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman, make sure to make space for each other. And as it was announced earlier, right? Exit from the closest exit to you. Don't go to the double doors. Don't go to the double doors. Either exit to the front here or to my right. Inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. And when the khutbah is being given, you do have the option to leave. If you're going to leave, make sure to leave right away so that we don't create traffic, basically. We want to make sure we leave right away if we're going to leave. Don't stand around and talk. If you want to talk, go outside so as to not have too many people trying to get out at the same time when the khutbah is eventually done. Barakallahu fikum. Stahu, staqimu, irtadilu, barakallahu fikum. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
subhanahu wa ta'ala has allowed us to reach this day, this blessed day, this noble day of ours, a day Allah subhanahu wa ta'ala soar by. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Allah says by the dawn, by the 10 nights, referring to the 10 nights of the 10 days of the Hijjah. And he says والشفع والوتر, by the even and the odd. The scholars see that the even is referring to this day of ours, Yawm al-Nahr, the day of sacrifice. This is Yawm al-Hajj al-Akbar. This is the day of greater Hajj, in which most of the rites of Hajj are performed, such as stoning of the Jamarat, such as the sacrifice, the sacrificial slaughter, such as the shaving of the head or the shorning of the hair, such as the tawaf, tawaf al-ifadah of Baytullah al-Haram, such as the sa'i between Safa and Marwa. This is a great day in which we have our Eid al-Adha, a day of joy. These are all great virtues of this day, and this day is the culmination, the conclusion of the 10 best days of the year, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam tells us, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. There are no days in which the righteous acts, the righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the things that we do within these days, hatta even jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, except for he who made the ultimate sacrifice, except for he who went with his life and property and did not come back with anything else. Ikhwat al-Iman, this day is also a day of commemoration, a day of remembrance. We commemorate Ibrahim and Ismail alayhi salam. This day marks a defining moment in history, a moment of great sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, a moment of great submission for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the moment when Allah subhanahu wa ta'ala asks Ibrahim alayhi salam to sacrifice that which is most beloved to him in this worldly life, and that is his son. Ibrahim alayhi salam, after his people kicked him out or tried to burn him in the fire, and Allah subhanahu wa ta'ala saved them, he asks Allah subhanahu wa ta'ala for a righteous offspring. He says, Rabbi habli min as-salihin. Oh Allah, my Lord, grant me from the righteous. Grant me a righteous offspring. And Allah subhanahu wa ta'ala grants him this child. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. We gave him glad tidings of a forbearing boy, a boy of extreme patience. Allah subhanahu wa ta'ala granted him this dua of his. And shortly after the birth of his child, he is commanded to leave this baby and its mother in the middle of nowhere, in the middle of a desert. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. A place where there is no plantation whatsoever, in the middle of the desert. This is where he leaves them. But he trusts Allah subhanahu wa ta'ala, and he knows Allah subhanahu wa ta'ala will take care of them. So he was satisfied with that. He would occasionally visit this child, and he would see him grow and become a young man, a young lad. And he sees at some point a dream. He sees a dream, and the dream of the Abiyah, Ikhwat al-Iman, is true. In this dream, he sees himself sacrificing this beloved son of his, a child he begot in old age. Ibrahim alayhi salam was without a child for most of his life. He got this child in old age, and after much longing, right, he deeply longed for a boy, for a child, and Allah subhanahu wa ta'ala eventually gave this child to him. But Allah subhanahu wa ta'ala tests his love for Allah subhanahu wa ta'ala. He tests him through his love for his son, and he is asked to give him up. He is asked to sacrifice him. And this isn't the first time, as we mentioned, right? He was also asked to leave him in the middle of the desert. The difference between the two is that in the first one, he had comfort that Allah subhanahu wa ta'ala would take care of him, whereas this is a permanent separation. He is told to give him up permanently, kill him with your own hands, sacrifice him. He was tested with his love for his son. And Ikhwat al-Iman, this is a reminder for every single one of us, for each one of us, that we will all be tried in our own ways. We will be tried with what is most beloved to us of this worldly life. This is a test to test our attachment to Allah subhanahu wa ta'ala. It is to test our love for Allah subhanahu wa ta'ala. أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Will people think that they will be left alone, that they will be left
left alone, having said we believe, without being tested. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Truly, we have tested those that came before them. And the best way to test us, إِخْوَةَ الْإِيمَانِ, is for Allah subhanahu wa ta'ala to take away that which is most beloved to us in this life. And our response, إِخْوَةَ الْإِيمَانِ, determines the level of attachment we have to Allah subhanahu wa ta'ala. It's either of despair for what you've lost, right? Because your attachment to your Lord, to Allah subhanahu wa ta'ala, is lacking. Or you find comfort in knowing the promise of Allah subhanahu wa ta'ala is true, and that there will come a time when you will ultimately be rewarded for your patience. Ibrahim, ikhwat al-iman, was a model in his attachment to Allah subhanahu wa ta'ala. He was an example in his love for Allah subhanahu wa ta'ala, and his willingness to execute, to implement Allah's commands in spite of the fact that he would be losing, that he would be giving up what he loves most, ikhwat al-iman. This shows the greatness of his love for Allah subhanahu wa ta'ala. It shows the greatness of his attachment to Allah subhanahu wa ta'ala. And he submitted without question. He did not question the command of Allah subhanahu wa ta'ala. He did not ask, why Allah? Why? This is my beloved son. What is the reason? No, he did not ask this. Rather, he went straight to perform the act. بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى. Look at a righteous father and a righteous son. Their response, the way they interact with one another. In this, there is also a lesson in terms of parenting our kids. He sees a dream, and so he comes to his son and he says, يا بني, my beloved son, I see in a dream that I am sacrificing you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. فانظر ماذا ترى. What do you think? What are your thoughts? Look at the frankness. Look how upfront he is with his child. He says, oh my beloved son, what are your thoughts with regards to this? Ni'am al-ab, what a great father. Wa ni'am al-ibn, what a great son as well. And he says, ya abati fa'al ma tu'mar. Oh my father, my dear father, do what you've been commanded. Do what you've been commanded. Satajiduni insha'allahu min as-sabirin. You will find me, bi'inillahi al-kareem, that I am of those who are patient. Don't worry about me. Implement, execute the command of Allah subhanahu wa ta'ala. He submitted, both of them submitted without hesitation. فَلَمَّا أَسْلَمَا, when they both submitted, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, and he laid him prostrate on his forehead so as to sacrifice him. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Allah says, we called out to Ibrahim, يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. You have fulfilled the dream. You have fulfilled the dream. Allah subhanahu wa ta'ala says, you have fulfilled what we've asked of you. You have fulfilled what we've asked of you. So don't sacrifice your child. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala brought a ram, and that was sacrificed in place of Ibrahim alayhi salam, ikhwat al-iman. And on this day, we commemorate this. On this day, we commemorate the submission of Ibrahim alayhi salam. Once Ibrahim alayhi salam demonstrated his submission to Allah subhanahu wa ta'ala, the trial was lifted, ikhwat al-iman. This Eid is a reminder of the essence of our religion, of Islam, and that is submission to Allah subhanahu wa ta'ala. What Ibrahim did, ikhwat al-iman, is what we must do, and that is submit to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and obey him. Wherever that command finds us, in whatever condition, in whatever circumstance that command finds us, our response, ikhwat al-iman, should always be submission to Allah subhanahu wa ta'ala. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْبَرُّ الرَّحِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان, I'd like to remind you that on this day of happiness, on this day of joy, to not engage, إخوة الإيمان, in sinful behavior. This is a day we commemorate submission to Allah subhanahu wa ta'ala. It's a day that we commemorate obedience. It's a day of dhikr. It's a day in which we should increase in tahleel. لا إله إلا الله إن تحمل الحمد لله إن الله أكبر. This is such a day, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us, we should abstain from sinful behavior, ikhwat al-iman. Even more so on such a joyous day of this nature. It doesn't mean that this is a day of Eid that I can do whatever I want, that I can dress however I want, that I can eat whatever I want. It doesn't mean that I can say whatever I want. Ikhwat al-iman, as a people of submission, we should behave ourselves and make sure that whatever it is that we
do is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and the way we conduct ourselves, our speech, our clothing, and everything that we do in terms of actions on this blessed day, Ikhwat al-Iman, should conform to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the point of a day of joy when we anger and upset He who granted us this day of joy in the first place? We ask Allah subhanahu wa ta'ala for His pleasure. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin, wa adhill al-shirka wal-mushrikeen, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-deen, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan, Allahumma ansurhum, wa ashfi mardahum, wa arham mawtahum, wa fuk asrahum, wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim, ya qawiyyu, ya aziz. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aswatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس خين عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حواس نهندنو قيا الرا وبي بشننا إيدا قبنا سأعبود جوليت سنفيدا خود. تبارك الله فيكم. عبد الله إن شاء الله أدريس هولار لالا. تبارك الله فيكم. المكريك بارك ريزر أبو دنوران حفينا خوتا كهواساتي إيد ولينا دبرسينو إلم كريك بارك ريزرف 12400 باركي مبتلقروف جرتو إلمان كيسن منغودون ديرادلان شبابني دبريهون دي توقع نوران حفينا. بارك الله فيكم ويا إيدا ولين دبرسينا. بارك الله فيكم. إدارة رتي سينيمتان سينجرة أدريس أجرة فردة ألميني وليني وانتي جولي هون دي كوب ويتجرتي إيدا ولين دبرسنا. بارك الله فيكم وليهرا سأبو دولار كانتين المكريك باركاتا. تبارك الله فيكم. Microphone What's up the next prayer? Eid Mubarak. What's up the next prayer? 9:30. Thank you.
Inshallah, warri salata jalkaban salatin salani lamafani jira. We're gonna pray the second prayer at 9:30, inshallah. Hawasni khenya warri boder raduftan salani lamafa saa sagali chenada, inshallah. Dakika soddom khaysati salani nirabata. Salfi te sankabada takbirta egalla. Warrin salatin ifirran debina barakallahu fikum. Salani lama saa sagali chenada toko, inshallah. If you didn't pray the first one, we have the second prayer, inshallah, coming at 9:30. Barakallahu feekum. Jazakumullahu khairan. Thank you.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين
المخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله ولا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Falillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Falillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, falillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, falillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu falillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, falillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, falillahil hamd. Allahu akbar,
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
أكبر فلله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فلله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا سبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه المخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأعظم الأحزاب وعده لا سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد
سبحان
سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وأعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله
الحمد. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yang kuning,
اللهم صل على الإسلام والمسلمين، اللهم صل على الإسلام والمسلمين، وعلى
Ya, ya. Ini barang.